هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا فضرع بالدعاء هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء خلق الملائكة الكرام وسمت كل الأنبياء وحياء أحمد كان كالعذراء في خدر النقاء خلق الملائكة الكرام وسمت كل الأنبياء وحياء أحمد كان كالعذراء في خدر النقاء هو خير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء هو حافز الأجيال للخيرات في درب النجاة هو خير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء هو حافز الأجيال للخيرات في درب النجاة هدم فؤادك بالحياة هدم فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هو عصمة الوجدان عن لجج الرذائل والشقاء كالنور يشرق في الدنا كالماء يحيي كالهواء هو عصمة الوجدان عن لجج الرذائل والشقاء كالنور يشرق في الدنا كالماء يحيي كالهواء كالروح تنبض في الجسوم فلا حياة بلا حياة والمرء إن لم يستحي ستراه يفعل ما شاء كالروح تنبض في الجسوم فلا حياة بلا حياة والمرء إن لم يستحي ستراه يفعل ما يشاء فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة بالحياة هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة